واحد دابا مني باش فكرنا زعما مزيان زيدكم زيدكم اليوم ما عادش فكرنا نديرو هو انه مثلا نبنيو شي حاجه بحال هكا، يعني مثلا انه اليوزر يقدر انه مثلا يدخل واحد يو ار ال ويدخل مثلا واحد تيكست، وانت شنو غادي دير؟ انك غادي واحد الكيو ار كود، يعني تكون بسيطه و بحال هكا مثلا حيت انا تضرب مع داك الكاريك عطيني السورس كود تاع سميتو. المهم قلنا اليوم غادي نبداو ان شاء الله شي كو شي كي ار كود مثلا جينيريتور بحال هكا، يعني بحال هاد البلان هادي غادي نبداو، يعني نمشيو دقه دقه معاه ونشوفو كيفاش البلان ديالو. اول حاجه اللي غادي نمشيو هنا الباجي، نمشيو تاني نشوفو هنا اش خاصنا كلشي. اقول لي مثلا هنا واحد وي رابر، هادي اول حاجه غادي نديروها هنا. اش كنلاحظو هنا؟ كنلاحظو انه عندنا هنا مثلا واحد التايتل، زائد انه عندنا هنا واحد ديسكريبشن يعني تاع اش هادشي، يعني دابا مثلا هاد الاب هذا ديالك هنا قال لك تايب اي يو ار ان مثلا او تيكست تو جينيريت مثلا كيو ار كود. وهنا كنلاحظوا انه عندنا واحد الانبوت، زائد انه عندنا هنا جينيريت كيو ار كود، وهنا عندنا الكيو ار كود اللي غادي جينيريت انت من هنايا. يعني حنا هنا شنو غادي نحتاجو؟ كلشي. اول حاجه مثلا غادي نحتاجها هو مثلا واحد الاتش 1، غادي نقول مثلا هنا مثلا واحد الاتش 1 بحال هكا، زائد اننا غادي نقول مثلا هنا نفس الحاجه، غادي نقول مثلا هنا كيو ار كود مثلا جينيريتر ها كود شي كامل غادي نقدو، زائد اننا مثلا هنا كنلاحظوا انه مثلا عندنا هنا واحد الباراغراف فيها تايب اي ار ال او تيكست جينيريت كيو ار كود. نمشي هنا بالخاطر، اوكي مثلا هنا واحد الباراغراف هادشي كاع مقفل. باراغراف لا تايب اي ار ال تو جينيريت شنو هنا نجات كاركود. هنا الامبوت هنا هنا غادي نقول مثلا واحد الفورم، هنا الاكشن خاوية، زايد اننا غادي نجيب هنا مثلا واحد الانبوت عبارة عن تيكست عادي جدا، زائد عندنا بوطون باش انك تجينيريتي مثلا بوطون جينيريت كار كود جينيريت كي ار كود. هنا كنلاحظو انه عندنا هنايا كي ار كود، زائد انه عندنا هنايا تصويرة، يعني غادي نجيو تحت من الفورم وغادي نجيو هنا واحد كي ار كود، زائد انني غادي نمشي في وسط منه وغادي نجي هنا الايماج وغادي نسميها مثلا كلاس ولا بلا كلاس بلاش شنو نزل هنا مثلا شي تصويرة تاع شي كي ار كود بحال هكا. كوبي ايماج ادريس ونحطو هنا باش اننا نجربو بيها مزيان. دابا شنو كدو هادشي دابا في السي اس اس؟ اول حاجه هي يعني غادي تشد العناصر ديالي كاملين، غادي نحيد ليهم المارجين، نقول لي مثلا هي زيرو، زائد انا غادي نقول لي مثلا هي الباجينغ زيرو، زائد انا غادي نقول لي مثلا بوكس سايزينغ، وغادي نقول لي هي بوردر بوكس، زائد انا غادي نمشي هنايا للباجي، غادي نقول لي مثلا هي انه الهايت ديالو مثلا 100 فيو هايت، زائد غادي نقول لي مثلا ان الديسبلاي مثلا جريد، وغادي نقول لي شدي العناصر اللي كاينين في وسط منك كاملين جيبهم لي في الوسط، يعني هادشي راه معروف وسهل. يعني كنلاحظو انه خصني لينكي للفايل مع ال اتش تي ام ال، مع ذلك كنلاحظو انه متتأثرش. علاش؟ ستايلز ماشي ستايل مزيان. يعني نشدو هاد الويرابر اجي نعطي مثلا واحد الويد ديال 400 بيكسل، زائد انني غادي نعطي مثلا واحد البوردر ديال 1 بي اكس مثلا سوليد ها
Alors, compris, maintenant, il y a 6, 6, 6. نقصوا لي قولي مثلا 300 مزيان باش نقول لي مثلا واحد البازينغ مثلا ندير 10 بيكسل من الفوق ومن تحت 14 بيكسل من اليمين واليسار. اجي نشوفو نشدو العناصر ديالنا كامل غادي نقول لي انه الفونت فاميلي مثلا ديالهم مثلا كامل نقول لي مثلا شي حاجه بحال هكا طهوما ولا شي لعيبه نشوف كيفاش غادي يبانو. مزيان نستين خويا صافي سير اخويا. بالله اخويا عبد الرحمن انا نستأذن منكم معناها باش نخرج. صافي سير اخويا الله يحفظك سير ربي خذ يبارك راحتك فيك ان شاء الله، ان شاء الله غدوة معكم باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. بالله سامحنا معناها هاني ان شاء الله عايشك، ربي يبارك لك ان شاء الله. الله اللي عاونك. هذه مثلا صغار فونت سايز ديال 14 بيكسل 14 صغيرة بزاف، شنو هي أفضل وحدة 18 زيد جينيريتر تجيب جينيريتر نكتبو ونشكل هذا الفونت هذا كيدير انا عارف ده بزاف. مش حاجة بسيطة يعني فول سايز بيكسل مزيان نقول يعني يا رابر مثلا نقول يعني مثلا فول نقول أول حاجة مثلا غدخل ليا عندي نقول مثلا واحد المارجين هنايا بلوك بيكسل مزيان ندخل داك الامبورت اللي كاين في وسط منه غادي نقول لها انه الويت ديالها مثلا 100% مزيان زايد انا مثلا نجد نفس الحاجة ندخل البوطون انا مثلا غادي نقول لها انه البولدر 1px صوري بحال هكا انا البازنج ديالها مثلا أقول بتاع 5 بيكسل من فوق ومن تحت 14 بيكسل من اليمين واليسار مزيان شدو البوطون نقولي أن الويد ديالو مثلا تا هو 100% ونقولي أن البوردر 0 وغادي نقولي أن داك الأوتلاين حيدو ليا وغادي نقولي أن البازينغ مثلا 10 بيكسل كارزر بوينتر مزيان زيد انا شي مثلا شي باك جراوند كالر واجي نقول مثلا هنايا كوم هلا كوم مزيان زيد انا نقول مثلا كالر وايت ونقول انا تكست ترانسفورم نقول مثلا ابر كيس زيد انا غادي نقول هنايا فونت ويت ونقول مثلا هنايا 1700 شوف هادشي كيفاش غادي يبان نقول لي مثلا الفونت سايز ديالو 15 بيكسل ايه 15 بزاف 14 14 بزاف 13 واش كان نحدد ليه مثلا هوب 12 نقول لك واحد المارجين توب اكس مزيان هاد الان مزيان باقي لينا هاد اللعيبه يجي اخر واحد اش فيها قلنا فيها الكي ار كود اش دوج مثلا نجيو فيها شي حاجه غادي نقول انه البوردر مثلا 1 بي اكس سوليد ونقول مثلا بحال هكا سي سي سي
زائد انني غادي نقول لي اي حاجه كاينه في وسط منك ديال ديسبلي مثلا فليكس، وغادي نقول لي انا وجاستيفاي مثلا كونتنت ديالها مثلا هي سنتر، ونقول لي مثلا هي الاين ايتمز مثلا سنتر هكا، نشد التصوير اللي كاينه في الداخل ديالو دي مثلا ويد 200 بيكسل، 150، 100، نشوفها 100. مزيان نشد هادو نقولي مثلا واحد الهايت ديالو باش يبقى ستاتيك، نقولي مثلا هنايا 200 بيكسل باش يجي في وسط منه، واخا 200 بزاف تتبان لي 150. مزيان نمشيو فين هو البارنت ديالهم كاملين، وهذا هذا مثلا بنقول هنايا 250، هنايا 120، هذا 120. مزيان زايد انا غادي نقول واحد البودر ريديوس ديال 5 بيكسل، سي اس اس بودر ريديوس ديال 5 بيكسل للبارن شارب، هاد البودر هادي تيبان كبير، علاش تيبان كبير؟ بيكسل هنا، هنا 500، الاوت لاين زيرو. مزيان يعني هو هذا كله، لا صح مشكلة بعد سيستم ريجيس. اوكي بتاعي بعد 5 بيكسل، هذا بتاعي من جافا سكريبت اكثر من السي اس اس، تبقى لقاء ماشي الدو علاش يا ربي. المهم حنا دابا شنو بغينا؟ بغينا انه هاد التصويرة هاجي تجي شي هوفر بلان كيف يخصب شي يكون بحال الزرق نيت، خصو شي يكون نجرب بحال هكا ونجرب بحال هكا ونقول يعني هوفر، ونجرب بحال هكا ونقول يعني باك جراوند كادر كون هاد نفس اللون ونلعبو ليه بسميتو بحال هكا. زايد اني غادي نقول يعني مثلا ترانزيشن كالر، يا ربي باك جراوند كالر باك جراوند، وغادي نقول انا مثلا زيرو و اس اس ام ام باك جراوند. مزيان انت واش متقلق؟ صافي اخويا شنايضة هادا. اوكي دابا غادي نبداو اللوجيك. دابا حنايا شنو بغينا؟ بغينا ان هاد التصويره هادي ما تكونش اصلا تتبان. حنايا امتى بغيناها تبان؟ في حاله انه اليوزر مثلا دخل هنايا مثلا واحد تيكست مثلا او واحد يو ار ال كيف ما كان، وضغط على البوطون، هاديك الساعه حنايا شنو بغينا؟ هاديك الساعه انه يجينيتي الكي ار كود، وديك الساعه يشد مثلا التصويره اللي جينيريتها وانه يبوشيها هنايا. هاديك الساعه حنايا بغينا انه هاد التصويره تبان عندنا. يعني شنو غادي نديرو دابا حنايا؟ غادي نمشيو هنايا مثلا لهاد الكي ار كود، غادي نقول ليه انه اصلا الديسبلاي ديالك مثلا، ولا اجي نقول لي مثلا انه الاوباسيتي ديالو مثلا زيرو، يعني هنا غادي نقول لي انه الاوباسيتي ديالو زيرو، يعني هنا ما تيبانش. زائد اننا غادي نمشيو للويرابر اللي فيه كلشي هاد العناصر، فين هاديك الاتش 1، هاد الاتش 1 اللي بعدا كبيره بزاف كابيتالايز، وهنا مثلا غادي نقول هنا 17. مزيان هنا يعني شنو غادي نديرو؟ اننا غادي نعطي واحد الهايت لهاد الويرابر. يعني كيفاش غادي نعطي واحد الهايت؟ مثلا غادي نقول انه الهايت ديالو مثلا هو نقول لي مثلا 250 بيكسل، اجي نشوف كيفاش غادي يبان. يعني مثلا دابا باقي صغير، نقول لي مثلا 150،
مزيان. دابا حنا ايش بغينا؟ بغينا انه اليوزر فاش جينا شي تصويره انه يطلع لنا واحد الانيميت، يعني مثلا يكون هنا بحال هكا الهايت هذا يتزاد بشويه، وانه شنو هنا يجي انه تجي ديك التصويره بحال هكا. يعني كيفاش غادي نجيو هذا البلان بحال هكا؟ يعني غادي نمشيو هنا بالخاطر، غادي نشد هذا الدويره بريدو بحال هكا، وغادي نقول في حاله انه كاين الويرابر مع واحد الكلاس سميتو اكتيف، يعني شنو غادي دير؟ انا غادي نشد ديال الهايت ديالي كامل وغتكبروا. اجي نقول مثلا غادي يجي كبروا مثلا 250 بيكسل بحال هكا. وغادي نقول شنو غادي تجي تاني فاش تكون فيك مثلا في اكتيف، يعني فاش يكون الكلاس اكتيف، غادي نقول لي انك غتمشي ليا الكيو ار كود اللي هو هذا، غتمشي ليا مثلا الاوباسيتي، يعني غتمشي ليا مثلا الكيو ار كود ديال بي ماشي اوباسيتي. هادي كسا شنو غادي تجي ليا؟ انك غتمشي ليا مثلا الاوباسيتي وغتضى ليا واحد. حنا دابا شنو غادي نمشيو؟ غادي نمشيو هنا ل اتش تي ام ال، وغادي نمشيو للوي رابر، وغادي نزيدو ليه كلاس سميتو اكتيف، ونشوفو هنا شنو غادي يطرا. كون درتي مين هاي، لا حنا باش في طرا سميتو حداش مين هاي ما تشد فيه سميتو ترانزيشن، فهمتي خويا اوتاكو؟ دابا حنا شنو بغينا نديرو هو دابا مثلا حنايا مازال تيبان لي صغير، اجو نعبرو ونشوفو قداش غادي يبان. نقولي مثلا هنا 280 مازال خصنا نزيدو، نقولي مثلا هنا 300، نقولي مثلا 320 مزيان. دابا حنا شنو غادي نديرو؟ نمشيو نحيدو هاد مثلا هاد اكتيف هادا بحال هاكا مزيان. ولكن حنا شنو كنعرفو؟ كنعرفو انه التصوير راه باقي هنايا، شتي ها هي كاينه هنايا، حيتاش الاوباسيتي قلنا حنايا شنو كيدير؟ انه ما كيخفيش العنصر، هي الاوباسيتي ديالو ما كتبقاش تبان، حيتاش ما بقاش فيه مثلا واحد الشفافيه دا زيرو، ولكن سميتو ولكن راه العنصر ديالنا راه باقي عندهم. يعني مشيت هنا مثلا ضغطت بالمية على السر، كنلاحظوا انه قال لي اش عندما قال لي يعني مثلا اوبن نيو تاب، يعني ملي غادي نمشي نحل هنايا التصويره غادي نلاحظوا انه غادي يعطيني نفس التصويره اللي فاتنا حنايا درنا. يعني كيفاش غادي نجيو هذا البلان هذا؟ غادي نمشيو هنايا مثلا، غادي نمشيو هنايا سميتو هذا الكيو ار كود، وغادي نقول له انه مثلا هنايا بوينتر ايفنت، وغادي نقول هنايا نان، واجي نشوفوا دابا واش غادي تصدق ولا لا. غادي نمشيو هنايا مثلا، غادي نلاحظوا هنايا واخا دات هنايا بحال هكا، نلاحظوا انه بحال مخفي، يعني نفس البيهيفير، يعني بحال درنا ديسبلاي نان. ولكن غادي نقول لي في حاله انه الوي رابر عنده كلاس سميتو اكتيف، وغتمشي لك الكيو ار كود، شنو غادي لي؟ غادي لي اوباسيتي واحد، وغتقول لي هنايا بوينتر ايفنت، وغتقول لي هنايا مثلا اوتو، يعني رد لي الحاله العاديه ديالها. غادي نمشيو نجربو هنايا مثلا، وغادي نمشي نقول هنايا مثلا طلي اكتيف مزيان، يعني كنلاحظوا انه كبر. يعني نحيدو اكتيف، يعني غادي نلاحظوا انه صغار. زائد اننا خصنا مازال واحد ترانزيشن، يعني شنو غادي نجيو دابا حنايا؟ غادي نمشيو هنايا للوي رابر، وغادي نقول هنايا مثلا واحد ترانزيشن مثلا ديال الهايت، وغادي نقول له انه مثلا نقول له مثلا 0.3 سكند، ونقول له مثلا هنايا از ان اوت، واجي نشوفو هنايا كيفاش غادي يبان هادشي. غادي نمشي هنايا غادي نرد اكتيف مزيان، مع ذلك كنلاحظوا انه ما كاينش بالخاطر. هنايا عندنا شي بلان ورابر ترانزيشن هايت، باش نجربو بالبوطون حسن ونشوفو واش هو هذاك ولا لا. فين البوطون ديالنا هو هذا؟ انا شي مثلا واحد الاي جي، نقولي مثلا جينيريت، جينيريت جينيريت مثلا، نقولي مثلا بحال هكا، نقولي مثلا كي ار كود. زائد ان هاد الويرابر هذا غادي نعطيو، نخليو نيت بكلاس، نشدو نيت بكلاس، يعني غادي نمشي ليه السي اس ال جافا سكريبت يا ربي. ودابا غادي نبداو الخدمة ديالنا. غادي نقول اول حاجة اللي هي مثلا بي تي ان هنايا، وغادي نقول هنايا جينيري، غادي نقول مثلا هنايا دوكيمنت دوت جيت اليمنت باي اي جي، وغادي نقول هذا هو الاي جي. زائد انني غادي نجي هنايا فاصلة، وغادي نقول عندنا حنايا واحد الويرابر، هذا هو الويرابر ديالنا. غادي نقول هنا مثلا دوكيمنت دوت كويري سيليكتور، وغادي نشدو عن طريق اش؟ عن طريق الكلاس. يعني غادي نقول هنايا جيب لي العنصر اللي عنده كلاس ويرابر. شنو بغيت دابا انا يجي؟ مازال ما بغيت يجي والو. غادي نقول هنايا بي تي ان جينيريت، وغادي نقول ليه اد ايفنت ليست مثلا كليك، وشنو غادي تجي لي هنايا؟ غادي نقول ليه انا غادي تدير ويرابر، وغادي نقول هنايا مثلا كلاس ليست، وغادي نقول هنايا مثلا زيد ليا واحد الكلاس سميتو مثلا اكتيف. دابا حنا مازال ما درنا والو، اجي نمشي نقول هنايا جينيريت، هنايا كنلاحظو انه واخا ضغط يا ربي، حيتاش هدا كاين فوست فورم. يعني شنو غادي نجيو دابا حنا؟ غادي نمشيو هنايا غادي نمنعو السلوك الافتراضي، يعني غادي نقول هنايا او دوت بريفنت ديفولت،
ضغطوا عليا مثلا، انا كضغط انا مثلا هنا وين خصنا نر... اه خصنا نربطو بعدا الفايل سميتو سكريبت جوج نقاط صوص سكريبت دوت جي اس، سكريبت دوت جي اس مزيان. يعني خصي طرا فيها واحد الديلي، هنا كنلاحظوا انه اذا بحال هكا كنلاحظوا انه تتعطل تسميتو زربانه، يعني خصي طرا فيها واحد الديلي غادي يمشيو من هنايا مثلا فين في الهايت هنايا، غادي نكون مثلا نجيو هنا واحد ترانزيشن مثلا، غادي نقول ليه اوباسيتي، غادي نقول ليه مثلا 0.4، وغادي نقول ليه غتعطل مثلا ب 0.3، يعني غتعطل مثلا هذا هو الديلي، زائد انني غادي نقول ليه هنايا مثلا از ان اوت، باش انها تعطل عاد تبان، يعني باش ما يبقاوش يبانو في نفس الوقت. اجي نشوف واش هادشي هنا هو هذا. انتما مزيان، يعني واضح الدراري شدات، واضح خويا يونس اوتاكو شنيطة. مزيان يعني دابا حنايا تقريبا راه سالينا ال HTML و CSS، دابا حنا واحد البلان اللي باقي لينا في سميتو هنايا هو اننا نمشيو هنايا للانبوت ديالنا، نعطيه واحد الاي جي مثلا، وغادي نقول ليه مثلا هنايا نسميو مثلا كي ار كود مثلا فاليو مثلا، يعني هذه هي القيمه اللي بغى يدخلها اليوزر وبغى يحولها لاش، بغى يحولها لكي ار كود. مزيان هذا هو الاي جي ديالنا. شنو باقي محتاجين؟ محتاجين باقي لهاد التصويره هادي، حيتاش غير فاش غادي نبوشي التصويره اللي غادي جينيريتي لينا، غادي نقول يعني اي جي، وغادي نقول مثلا يعني كي ار كود ايماج بحال هكا. نمشيو نشدو الانبوت ديالنا ونشدو الكي ار كود ايماج ديالنا بالجافا سكريبت، غادي نجي هنا مثلا، غادي نجي تاني هنا فاصله، غادي نقول هنا مثلا كي ار كود فاليو، وغادي نقول انه الدوكيمنت document dot get element by ig، ونخليه خاوي ترجعوا لي نكوبيو من سميتو، ونقول مثلا يعني كي ار كود ايماج، ونقول يساوي document dot get element by ig، واجي نهزو هاد الدود غي هنايا هادي ايماج، وفين باقي هاهي هنا ونحطوها في الانبوت. مزيان نحيدو هادي مازال ما محتاجينهاش. دابا حنا شنو غادي نديرو؟ اول حاجه غادي نديرو هي اننا غادي نتشيكو، اش غادي نتشيكو واش يدخل يوزر هنا، اجي نديرو هنا واحد بليس هولدر شنو كاتبين هما هنايا. نقول لي مثلا هنايا غادي نقول مثلا بليس هولدر، ونقول لي مثلا رايت انيثينغ، ونجي لهاد النقط نمشيو هنايا مثلا ستايل، نجيك انبوت نقول لها انه الفونت سايز ديالك 14 بيكسل، 14 بزاف 12، مزيان. نمشيو هنايا دابا قلنا ان اول حاجه غادي نديروها هو اننا غادي نتشيكيو الانبوت، يعني اليوزر انه واش مثلا واش انه دخل شي حاجه هنايا وانه خلينا الانبوت خاوي. يعني اول حاجه غادي نمشي ندير هنايا تحت من بريفون ديفولت، غادي نقول هنايا واحد الاف كونديشن، غادي نقول ليه انك غتشد ليا الكي ار هنايا الكي ار كود فاليو، وغادي نقول ليه غتشد ليا الفاليو، وغنقول ليه هنايا دوت تريم. يعني حنا كنعرفوا انه في الجافا سكريبت شنو انه الوايت سبيسز كيتحسبوا، يعني انا بنقول ليه انه اللي دخل اليوزر مثلا هنايا وايت سبيس انك حيد، يعني كيقول لك انه شنو الوظيفه ديال التريم، انه كيحيد اي وايت سبيس لقاها مثلا في التكست ديالك، يعني وضروري انها خاصها تكون من الاول ومن الاخر، يعني الوايت سبيس اللي كاينه بين الكاركترز ديالك ما كيتسوقش ليها، ما كيتجاش فيها، هو كيهتم بالتريم ستارت والتريم اند.
يعني هنايا شنو غادي نجيو دابا؟ هنايا قلنا هنايا شنو غادي نجيو دابا؟ هاد الكونديشن هذا ترو، يعني حنايا بنقول انه في حال انه مثلا فولس الضوليه ترو. علاش بنقول لها الضوليه ترو؟ باش انه يدخل ليا في وسط هاد المزدوجات هذا اولا في الكالبريسيس ونفذ لي هاد الكود. شنو هو الكود اللي غادي نجيو هنايا؟ مثلا نقول مثلا هنايا الارت بليز مثلا فيل داتا مثلا، ونجيو هنايا ثلاث نقاط، زائد انني غادي نمشي هنايا وغادي نقول هنايا ريتيرن فولس. انا تقدر تقول لي روتون عادي، انا تعجبني روتون فولس، تقول لي مثلا روتون زيرو. مزيان، دابا باش نشوف واش هادشي درنا هو هذاك ولا لا. غادي نقول هنايا جينيريت، مزيان هنا قال لي بليز في داتا، يعني حنايا غادي مزيان، يعني اللوجيك هو هذا. يعني اول حاجه حنايا درنا هي تشيك مثلا انبوت. دابا حنايا شنو غادي نديرو؟ ثاني حاجه قلنا هنا انه عندنا الايماج. دابا حنا شنو بغينا؟ بغينا انه اليوزر فاش انه يجي جينيريت الكود، انه يجينيريت لي مثلا واحد الكيو ار كود بنفس داكشي اللي كتب اليوزر هنايا، زائد اش، زائد انه يبين ليه التصويره اللي جينيريتها. باش نخدموا هذا البلان هنايا بغينا نخدموا بواحد الويب سايت اللي سميتو اش هنايا، غنقول لي مثلا هنايا كيو ار كود. يلا هنايا كيو ار كود بحال هكا. بالنسبه للسيت اللي بغاه ها هو، راح نحطو لكم هنايا. يعني شنو عندنا؟ عندنا كيو ار كود اي بي اي، يعني غادي ندخل هنا الكيو ار كود اي بي اي، غادي نمشيو هنا لتحت، غادي نلاحظوا انه هنايا هما موفر لك واحد اليو ار ال. هنا تيقول لك ان واليو ار ال كل ما عليك انت هي انك تهزو، زائد اننا عندنا هنا فيه السايز، يعني هادو هو هنايا السايز، زائد اننا عندنا هنا الداتا. يعني حنا دابا شنو بغينا؟ حنا درنا التصويره ديالنا 200 على 200، يعني في هذا السايز هادي غادي نبدلها، غادي نقول هنايا 200 مضروبه مثلا في 200، وهنا في الداتا شنو غادي نقول؟ غادي نقول انك غتدخل ليا داكشي اللي دخل لي في الانبوت هنايا دوت فاليو، يعني الفاليو يدخل يوزر في الانبوت. يعني واضح الدلال؟ داك كتسمعني؟ واضح هادشي اللي قلت هو هذاك. يعني هنايا اجي نزل اليو ار ال كيما هو بحال هكا. مزيان، يعني غادي نمشيو دابا حنايا لهنايا، شنو غادي نقول ليه؟ انني غادي نقول ليه وير ابر بحال هكا وير ابر، وغادي نقول ليه انه دوت سورس، دوت سورس بما انها ايماج، وغادي نحط فيها نفس هادشي هنايا. مزيان، قلنا حنايا اول حاجه غادي نديرو هنايا، غادي نديرو 200 على 200 في السايز، يعني غادي نقول ليه 200 مضروبه هنايا، اجي نخليو هاد اكس هادي هنايا 200 على 200، يعني في الويت والهاي، زائد انه هنا في الاكزامبل غادي نقول شنو غادي تدير ليا، انا غادي تشد ليا الكيو ار كود فاليو دوت فاليو. مزيان، دابا حنايا شنو غادي نديرو؟ حنايا دابا اننا شنو دابا درنا؟ اننا مشينا للسورس ديال اش؟ ديال الايماج، وبوشينا في الداخل ديالها اش؟ ايماج. دابا حنا شنو بغينا نديرو؟ بغينا نديرو واحد الايفنت لهاد الايماج هادي، بنقول ليه في حالة انه طرا لود لهاد الايماج، يعني صافي يعني جينيريت هو دابا شنو دار؟ دار جينيريت لا سميتو الكيو ار كود، بوشها في الداخل ديال الايماج، يعني دابا عندنا حنايا الايماج. فهاد الحالة هادي شنو غادي نقول ليه؟ انك غتمشي ليا لهاد الويرابر هذا، غتزيد ليه كلاس سميتو اكتيف هنايا، زيد ليه سميه اللي سميتو اكتيف، يعني مجرد انه يزيد ليه الكلاس سميتو اكتيف، شنو غادي يطرا؟ انه غتبان عندنا هنايا التصويرة. يعني كيفاش غادي نديرو هادشي كامل؟ غادي نمشيو هنايا بالخاطر، غادي نقول ليه وير ابر اللي هي التصويره ديالنا، وهنايا كنعرفوا انه عندنا هنايا اد ايفنت ليستينا. هنايا غنقول ليه في حالة انه طرا ليها لود. مزيان، هنايا غادي نقول ليه هنايا واحد الكول باك فانكشن، شنو غادي نديرو؟ غتقول ليه شد ليا يا ربي ماشي سمحوا لي الدراري، هنايا كيو ار كود ايماج. شتو الدراري؟ حتى واحد ما قال لي هنا كيو ار كود ايماج، بنقول في حالة انه ترى لود لهاد التصويرة هادي شنو غادي دير؟ انا غادخل ليا الوير ابر. مزيان، وهنا غادي نقول ليه انه كلاس ليست، وغادي نقول ليه اش غادي تزيد ليا فيها؟ غادي تزيد ليا فيها الكلاس سميتو اكتيف، واجي نشوف هادشي ديالنا واش هو هذاك ولا لا. غادي نمشيو هنايا مثلا، غادي نقول ليه مثلا هنايا رياكت جي اس،
وغادي نقول هنايا جينيريت واجي نشوف هنا واش غادي يجيب لنا شي حاجه ولا لا. انتم هنايا بمجرد انه جينيريت مثلا كيو ار كود انه بان هنا الكيو ار كود هنايا كنلاحظوا هنايا انه شنو دار، انه مشى زاد الكلاس سميتو اكتيف الوي رابر، وهنايا كنلاحظوا انه بان لنا الكيو ار كود ديالنا. واضح الدراري؟ اجي نجيبها مثلا سيف. ده كتسمعني؟ اوكي اجي نجرب مثلا هي السيف واجي نمشي نشوفو هادشي ديالنا واش هو هذاك ولا لا. انا نقلب على شي ويب سايت يقرا مثلا الكيو ار كود. كيو ار كود ريدر الله. انتم هنا يا رياكت جي اس، واضح الدرس. غنجيو نجرب واحد اخر، غنقولي مثلا هنايا جافا سكريبت جينيريت. اوكي هنا باقي عندنا مشكل، هو انه مثلا اليوزر فاش غادي يخوي هنايا انه خاصها تجي تختفي. يعني هنايا شنو غادي نديرو، اننا غادي نمشيو هنايا للانبوت هنا بيس في الداتا، نقول هنا مثلا دابا مثلا هنا اش عندنا، عندنا مثلا تيكتب تيضغط جينيريت هاكا. هنايا غادي نقول انه في حالة انه اليوزر مثلا عاود ضغط هنايا شنو غادي دير. هنايا غادي نمشي هنايا مثلا غادي نقول هنايا مثلا دوت اد ايفنت ليستينر، وغادي نقول مثلا كي اب. انا نجي مثلا هي انبوت يعني انه اليوزر تيكتب. هنايا شنو غادي نقول انا غادي نشد ليا الوي رابر دوت كلاس ليست دوت ريموف، ونقول ليه مثلا ريموف منها الكلاس سميتو اكتيف، زائد انني غادي نقول ليه شد ليا شد ليا الكي ار كود ايماج دوت سورس اخويا، زائد انني غادي نمشيو هنا للاتش تي ام ال غادي نحيدو هاد ديفولت ايماج اللي درنا هنايا، غادي نعوضوها بامتي سترينغ، واجي نشوف واش درنا واش هو هذاك ولا لا. في حالة ان اليوزر مثلا هنايا رياكت جي اس هنايا مثلا جينيريت مزيان، غادي نمشي هنايا مثلا غادي نقول هنايا بحال هكا. هنايا كنلاحظو انه داك التأخير هنا طالع عندنا مشكل. رياكت جي اس مزيان، لكن مجرد تنحيد من هنايا داك الجيلي زوين الا كانت تطلع، ولكن ما خايب الا كانت غازية. يعني كيفاش نضع خويا اوتاكو عندك شي حل؟ اش نسكرا في وجهي يعني جي حركة مزيان جي ديال جيلي بي جي اس زعما نجري هنايا بستة ام اوت صباح. دابا شنو هو المشكل هنايا بالطن؟ ايه دادا ولكن واخا هادشي تجري بيطرا نفس الايفيكت ولا لا؟
على شي عندك هذا رياكت، لا زعما انيميشن بجي اس. كيفاش انيميشن بجي اس؟ ما فهمتكش. اوكي جينيريت. وفاش اللي تبغي تحيد ما تعطيش تجيك ترانزيشن؟ لا راه المشكلة بغيت تطبق عليهم جوج ولا لا؟ دابا مثلا قلت لي دابا عشيت عليه هنايا في الكي ار كود. دابا قلت لي زعما نجي هنا نقول لي في اكتيف اطول نجرب رياكت جي اس جينيريت. مزيان نايس. صح اخويا، ايه خصني نجي هنا كاين في الاكتيف عندك الحق. خصني نقول لي لا اللي كاين الاكتيف فاش تجي لي ترانزيشن، يعني في الحالة العادية ضل لي عادي. نايس خويا اوتاك. انا عرفنا كد اللي انت تصنت كي تجي متى تقول لي كي والو اصلا تنوض انا براسي خلق قاتل الراس. ولكن صح صراحة مفهومة الدلالة شي. كنا مقصين تصدقنا في الدول فين الله يجيك تعبوني دوشي دابا انت يا اخونا يونس. داك شو هو هذا؟ يونس عشان تدلع اوكي اوكي دابا ده هو البروجي تقريبا الاول اللي سالينا. ندوزو ديري بروجي تاني. اذا كان هذا مفهوم ما فيهش اسئله ولا شي حاجه ولا شي فيه تقريبا، يعني هذا هو السيت باش انا كتخدم غتخدم بهذا اليو ار ال. هذا هو غادي يجي لك التصويره وانت تشدها وبوشيها مثلا في الصوص ديال الايماج، يعني بهذا السهوله. واضح الدراري. جاجت بروجي فوركيت بالنسبة لي ار ال اوكي. دابا غادي نمشيو للبروجي الثاني، يعني بلا نتعلم دابا البروجي ما غنجيو فيه لا ديزاين لا والو. حنا شنو بلا نتعلم؟ بلا نتعلم كيفاش انك مثلا من انك تجي مثلا دير البلان ده في الويب سايت ديالك تاع انه مثلا اليوزر انه يختار مثلا واحد التصويره من البيسي عنده، انك تشيكي التايب، يعني تشيكي التايب ديالها مثلا هو الاول. تقول لي مثلا انت مثلا بشأن ان التصويره تكون اي جي بي جي مثلا و بي ان جي ونزيدو تا جي بي او جي. يعني في حالة انه اليوزر دخل لك مثلا واحد الفايل مثلا ايش شحال مثلا قلت الله عقد براسي في حالة انه اليوزر مثلا دخل واحد الفايل ما فيهش واحد من هاد التايبس هادو اللي انت بغيتي، انه يقول لي مثلا دراري ولا شي تبغى كتفاد مثلا انه يقول لي بلي هاد الطايب هاجي مثلا لا صبر صبر جيف الله يلا جيف وليت مع الجيف تلعود راسي. دابا حنا بنا اليوزر انه يدخل مثلا واحد الطايب تكون جي بي جي تكون في ان جي و جي بي او جي. في حالة أن اليوزر دخل لك واحد الطايب ما كايناش في هادو، تقول ليه مثلا الطايب راه ما مقبولاش،
ولكن في حالة انه دخل مثلا واحدة من الطيبات هادو، انك تشد التصويرة اللي دخل اليوزر او الفايل وتحولها لاش وتحولها لايماج، وانك تعرض عليه في سميتو في السكرين. يعني هادشي اللي بغينا نديرو. المهم هادي شرحت لكم شنو بغينا نديرو. المهم هذا البروجي الاول، نمشيو نكريو واحد البروجي الثاني. شنو هو هاد اللعيبة؟ خصني نصغر هادشي. سيك بليتس. ستاتيك. مسح عليا هادشي، ندخل ليا الستايل، يدير هادشي كامل. شنو باقي هنايا؟ ادخل ليا الانجكس دوت اش ام ال، هادشي كامل واجد. يدير هادشي تقريبا، داكشي هو هداك كاع اللي بغينا نديرو. هاني غادي نديرو مثلا واحد الجيف، يلا طيب انا اخويا وطاكو ياك. هنا نديرو اي جيف، ونديرو هنايا بوطون، وهاد البوطون نضغطو عليه ونختارو التصويرة. هنا تشوز فايل، وفي وسط هاد الديف غادي نعرضو التصويرة ديالنا. يعني نمشي هنايا نشد هاد الديف ونعطيه مثلا بوردر 1 بي اكس سوليد، شي حاجة بحال هكا، كريمزون، الويد 200 بيكسل، ونقولي انه الهايت 200 بيكسل. نشوف هادشي كيفاش غادي يبان. تلاحظوا انه 1 بي اكس. نشدو الباجي كامل، نعطيه واحد الباجينغ باش انه ما يبقاش لاصق داكشي كامل في القد ديال الويندو. هنا هذا تشوز فايل، وهنا يبغي نعرضو التصويرة. يعني بهاد السهولة 300 بيكسل، يعني كاع اللي بغيناه انه اليوزر يضغط على تشوز فايل، يختار الفايل، نتشيكيو التايب، زائد انه اذا كان التايب صحيحه اننا نشدو الفايل اللي اختاره اليوزر، واننا نحولوه ليو ار ال، واننا نبوشيه في الداخل ديال واحد الايماج. يعني هنايا مازال بتخصني واحد الايماج. نجرب وين تاني بهاجي، لا كبيره بزاف. ثانيه بلا صوبو، نجري تجربه بيها تبان قد العالم، ماشي مشكل. اننا نشدو الايماج اللي كاينه في الداخل ديال هاد الجيف، وغادي نقول ليه ويد 100%، زائد انه الهايت 100%، زائد انه الاوبجيكت مثلا فيت كفر. يعني هادشي اللي بغينا حنايا دابا كاع. هنا باش اننا نختار مثلا واحد الفايل، بنحتاج مثلا انبوت فايل. يعني هنا انبوت فايل، هاد الانبوت فايل اش غادي نجيو ليه؟ انا اللي غادي نجيو ليه هيدن. هنا نجيو هاد البوطون واحد الاي جي، نقول ليه بي تي ان تشوز ايماج، ونشدوه هكا، نمشيو للجافا سكريبت. غادي نقول هنايا مثلا كونست، زائد انني غادي نقول هنا بي تي ان تشوز ايماج يساوي دوكيمنت دوت جيت اليمنت باي اي جي، ونقول لي هنا بي تي ان تشوز ايماج. نقول هنا بي تي ان تشوز ايماج اد ايفن ليستينر كليك، الى ضغطت عليك شنو غادي يجي؟ الى ضغطت عليك غادي يمشي ليا للدوكيمنت. دابا حنا شنو بغينا؟ بغينا انه هاد البوطون هذا نجيبها بجافا سكريبت، هاد البوطون هو اللي يضغط على هاد الانبوت. يعني كيفاش غادي نجيو هاد البلان؟ غادي نمشيو يعني للسكريبت، وغادي نقول ليه دوكيمنت دوت كويري سيليكتور، وغادي نقول ليه جيب لي الانبوت للتايب ديالو.
هنايا مثلا تايب يساوي هكا، ونقول ليه هنايا شنو هي التايب ديالها. السلام اخويا فينيكس، يقول لي التايب ديالها مثلا فايل السلام بخير، وغادي نقول ليه شنو غتجيب عليكم. ليه. الله يرحمه، الحمد لله انت بخير. نقول ليه مثلا فاش هنايا خدامين الدراري؟ الله، خدمنا واحد البروجي تاع الكيو ار كود، دابا خدامين فسميتو هاد خدامين دابا مثلا اناليز، مثلا تشز واحد الفايل وانت تشيكي التايب ديالو، ولا لقيتي التايب ديالو صحيحه انك تحولو لايماج وتعاودو ليه هنايا. مزيان واضح؟ مزيان. مزيان. دابا حنا شنو قلنا؟ قلنا هذا البوطون بغينا انه يدخل على الانبوت، غادي نقول له هنايا تشوز فايل، ها انتم هنايا تعطيني التصاور، يعني واضح الطاكو. اجي دايرها شي هنجي بلا جي اس. كيفاش دايرها شي هنجي؟ كيورك داك البوطون. ايه زيد كمل ليا كيفاش. وداك وين تقل المايك اصلا؟ اعتقد انه بيكون حدا شي حاجه زعما كليك. زعما الله الو يمكن. الو، كتسمعوني؟ كتسمعوني؟ دابا كنسمعك، اشرح لي البلا ما فهمتكش من الميساجر. انا ما تبعتش معاه، ما كنت فهمت عارف، كان ضربت لي نوصل بان لي كي حط هذا ديك البوطون ايه حتى شدي سعيد. والله نظر صافي انا ايوه ناري وقع صوتك وعقلي وقف. ترى بزاف. لا انا كنت فكر ديك اللقطه كيفاش دار هذاك الهند، ما وانت فهمتش حتى والو. كتهضر على الهندي وده صعب، تقول هندي وتقول ديك انا كليك انبوت ازاي؟ انا سيسر سيسر كمل كمل. اوكي انبوت هذا فايل يساوي ايش؟ يساوي هذا، ونقول مثلا هنا انبوت اقول هنا تشوز تشوز ايوا اشوف. الله يبارك فيك، واش تبغى تطلع عيد على الشاط. اوكي دابا حنا شنو غادي نديرو؟ حنا ملي غادي نختارو، غادي نختارو عن طريق هاد الانبوت فايل. يعني شنو غادي نجي هنايا؟ غادي نقول له هنايا هاد الانبوت فايل غادي نزيد ليه واحد الايفنت، وغادي نقول ليه في حالة انه شنو اسمي ديال الايفنت، يعني اليوزر غادي يختار بزاف ديال المرات، يعني اليوزر شنو تيجي انه تيجي تشينج، يعني غادي نقول هنايا تشينج، ونفس البلان كتخدم به بالرياكت، يعني نفس البلان اللي غادي نديرو هنايا غتخدم به بالرياكت، يعني الرياكت كتخدم بالاون تشينج، يعني باش انه اليوزر مثلا يختار مثلا واحد التصويره بحال بحال جافا سكريبت بحال بحال الرياكت. هنا غادي نقول ليه او زائد اننا كنعرفو هنا واحد البلان في الانبوت اللي كيكون من نوع الطيب، قال لك انك تقدر انك تقول ليه مثلا شنو هما الفايل اللي بغيتي انه يأكسبتي. يعني غادي نقول ليه انه هذا الانبوت هذا بغيتو انه يأكسبتي الفايلات اللي كتعتبر ايماج، يعني كيفاش غادي نجي لها؟ هنا كتمشي كتمر هنا اكسبت، يعني عباره عن اتريبيوت، وغادي نقول ليه هنايا ايماج زائد انا غادي نقول ليه هنايا سلاش نجمه، يعني اي تصويره من اي نوع، وديك الساعه النوع غادي نبقاو نتشيكيو حنايا عن طريق جافا سكريبت. انني فاش غادي نضغط دابا على تشوز فايل غادي نلاحظوا انه النت يطلع علينا هاد التصاور، ولكن واش هذا معنيته انه اليوزر ما يقدرش انه يختار مثلا فايلات، يعني فايت ماشي تايب واحده اخرى؟ لا، يقدر انه اليوزر يختار من فايل واحده اخرى، يعني هو شنو هو الضوء ديال الواحد هو انه تيفلتري لك، يعني دابا فاش طلع اليوزر ديك البوب اب هي اللي كيفلتري، كيشد الفايل ديالو كاملين وكيختار منهم يتصور من ديك الباشي كاين في التحت، وانه كيشبد ليه التصاور. ولكن اليوزر اللي مشى لهنايا مثلا وقال ليه اول فايلز كيرجعوا ليه تاني هنايا، مثلا اللي عندهم اكستنشنز اخرين بحال مثلا اكس او والى اخره، مثلا تي اكس تي جي اس كاع الفايلات غادي يشوفهم. يعني واضح الدراري؟ فهمت 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 والله. مزيان. يعني اكسبت هادشي شنو الضوء الوحيد هو انه تتفلتري، اما انه ما كتحبس والو، داكشي حنا ملي نخدمو بجافا سكريبت. مزيان، هنا غادي نقول ليه مثلا كونست فايل، وغادي نقول ليه اشنو حنايا كنعرفو انه الانبوت فايل كيرجع لنا في فايل ليست، يعني غادي نقول ليه هنايا او دوت تارجت، وغادخل ليا الفايلز وغتجيب ليا اول واحد. حنا كنعرفو انها عباره عن صفه، وغادي نقول هنا كونسول دوت لوك، وغادي نقول هنا فايل، واجي نشوف هنا شنو غادي يجينا. نقول هنا تشوز فايل، غادي نقول مثلا هادشي اللي جينا دابا، نمشيو هنا للكونسول، هنا كنلاحظو انه ولد ليا فايل وعباره عن اوبجيكت، يعني خصني نمشي نهزو ليا هادو
ونحطوه يعني باش اننا نخدموه بالكونسول. يعني غادي نمشي هنا انسبكت اليمنت باش نشوف هنا الكونسول. مزيان غادي يجي بحال هكا هنايا، غادي نقول ليه زاد تشوز فايل، غادي يختار تصويرة هنايا. مزيان يعني كنلاحظوا انه رجع لنا واحد المجموعه ديال المعلومات على الفايل ديالنا. يعني شنو غادي نديروا حنايا؟ اهم حاجه كتهمنا حنايا دابا هي الطايب. مزيان حنايا الطايب، والطايب باش كنلاحظوا، انه عندنا هنايا ايماج سلاش بي ان جي، يعني هذا هو الميم تايب ديالو. يعني كيفاش غادي نديروا هذا البلان هذا؟ غادي نمشيو لهنايا، نمشيو بالخاطر بنقول ليه انه في حاله انه الفايل كاين، يعني انه اليوزر اختار شي حاجه، هنايا غادي نقول ليه كونست، نقول هنايا فايل تايب، غادي نقول ليه يساوي اش، يساوي فايل، قلنا حنايا عندنا اتريبيوت سميتها تايب. وغادي نقول ليه حنايا اش قلنا؟ قلنا عندنا بحال هكا، عندنا ايماج وعندنا هنايا سلاش بي ان جي. حنايا شنو غادي نديرو؟ هاد ايماج و بي ان جي غادي نقسموها بهاد سلاش. شنو هي الحاجة باش نقسمو واحد سترينغ؟ هي سبليت. يعني كيفاش غادي نديرو هاد البلان؟ غادي نقول هنايا دوت سبليت، وغادي نقول ليه قسم ليا من اش، قسم ليا من سلاش، وغادي نقول ليه اعطيني ات، اعطيني العنصر رقم واحد، يعني اخر واحد اللي كاين في اليمن، يعني ديك دوت بي ان جي. وغادي نمشي نقول ليه هنايا كونسول دوت لوج، وغادي نقول ليه فايل تايب. غادي نشوف هنايا شنو غادي يعطينا. باش نسدو هاد الويب سايت هادا، سدو هادا، هادا سد لينا، هادا سد لينا، هادا ونمشيو لهنايا. غادي نقول هنايا تشوز فايل، غادي نقول ليه بحال هكا. هنايا اش كنلاحظو؟ قال لي هنايا بي ان جي. هنايا نمشيو نختارو مثلا شي حاجة أخرى، هنايا بي ان جي، غادي نشوفو شي تصويرة أخرى من شي تايب واحد آخر. هادي قال لي جي بي او جي. مزيان، يعني هادشي اللي بغينا بي ان جي. يعني واضح، يعني دابا شنو كيرجع لينا؟ كيرجع لينا الطايب، واضح الدراري؟ مزيان. دابا حنا شنو غادي نقولوا ليه هنايا؟ غادي نقولوا ليه هنايا التايبس اللي بغينا حنايا نقبلوا، نقول ليه هنايا التايبس، وغادي نجي هنايا واحد المصفوفه غادي نلم فيها كاع التايب اللي بغيت. غادي نقول ليه هنايا بي ان جي باش يكون داكشي ديناميك. واش وقت ما انت مثلا احتاجتي انت في البروجيكت ديالك انك مثلا تزيد واحد التايب واحد اخرى، انك تمشي هاد المصفوفه هادي وتزيدها بلا ما تبقى انت تشيكي كل ما تقول ليه اف كونديشن اف كونديشن اف كونديشن، ويبقى يدور فيهم كاملين باش تتقلب بيرفورمانس ديال الابليكيشن ديالك. يعني هنايا غادي نجيو حنايا خدمه واحده، غادي نقول ليه هنايا بي ان جي، وغادي نقول ليه هنايا جي بي جي مثلا، وغادي نقول ليه هنايا جي بي او جي. يعني هادو هما الطيبس اللي بغيت انا نقبل. مزيان، حنايا كنعرفوا انه هذا راجع لينا بسترينغ، يعني هنايا غادي نجيو واحد الاف كونديشن، هنايا غادي نجيو واحد الاف كونديشن، غادي نقول ليه انه المصفوفه اللي سميتها الطيبس هنايا وين نقول ليه انكلودز. مزيان، على الفايل تايب، يعني خصها تكون تحتوي على واحد من سميتو، على سترينغ من ولا ماشي سترينغ، نقولوا من تايب. دابا التايب اللي بيرجع لينا من هنايا تكون تحتوي عليه هي، يعني نقول مثلا هنا يرجع لينا على بي ان جي، غادي يدخل هو غادي يتشيكي، غادي نقول واش هنايا واش هاد المصفوفه هادي كتحتوي على بي ان جي، لقاها. ولكن في حاله انه زي مثلا دخلنا هنايا مثلا تي اكس تي، هنا شنو غادي يدير؟ انه غادي يمشي هنا يشد فايل تايب، وغادي يدخل لهاد المصفوفه هادي، وغادي يقول واش هي تتحتوي بهاد انكلودز على اش، على تي اكس تي. هنا ما غاديش يقول تي اكس تي، هنا شنو غادي يرجع هنايا؟ غادي يرجع فولس. يعني واضح الدراري؟ خويا طاق واضح. مزيان، يعني هنا شنو هي؟ فولس لي نوت فولس لي هي ترو. يعني هنا شنو غادي نقول؟ غادي نقول هنايا اليرت، نقول هنايا نوت مثلا، نقول هكا نوت سيبورتد مثلا، سيبور ولا جي سيبورتد ديز اكستنشن. وغادي نجيو بحال هكا هنايا، واخا عرفت انه ما يقبلهاش. المهم بيقول هنايا الفايل تايب، وانا نمشي متلاجي بحال هكا، ونمشي متلاجي بحال هكا هنايا، زائد ان شنو غادي نقول ليه؟ غادي نقول ليه ارجع في حالك. مزيان، هنا شنو غادي نقول ليه في حالة انه مثلا اليوزر دخل مثلا هنايا داكشي اللي بغينا؟ غادي نقول ليه طبع علينا الفايل تايب، واجي نشوف واش واش هو هذاك ولا لا. غادي نقول مثلا هنايا تشوز فايل مثلا، غادي نقول بحال هكا هنايا ضدنا جي بي او جي. هنايا مثلا نمشي نعمل هادي، ونقول مثلا هنايا كلوز ليا هادي، واش يطلع ليا تاع البيسي؟
مزيان. حنا شنو قلنا ديك الساعه؟ قلنا انه شنو هو الضوء ديال الانبوت من درنا فيه اكسبت، هنا كنلاحظوا انه تيرد لينا الايماج فايلز. مشيو هنايا للداونلود بحال هكا، ولكن هذا الجزء يقدر يجي هنايا. هذاك الشيء قلت لكم هنايا انت ما كدير والو، هي كتفلتري وصافي. بنقول هنايا اول فايلز، اشوف اختار مثلا هنايا هذا ونقول لي مثلا هنايا اوبن. انا واش قال لي؟ قال لي نوت سيبورت ديز اكستنشن اكس، ما عرفتش هادشي. اجي نعاود تاني تجربة واحده اخرى، نقول لي مثلا هنايا كلوز، ونمشيو هنايا مثلا نختاروا شي حاجه اخرى اول فايلز. نمشيو هنايا مثلا هذا اكستنشن، هذا مثلا تي اكس تي. يعني اش قال لي؟ قال لي نوت سيبورتد ذيس اكستنشن بلين، يعني هذا نعرفوا حنا انه عباره عن تكست بلين. واضح الدراري؟ اه مزيان. مزيان، يعني هنا مثلا حنا نقدروا كاع نزيدو هنا مثلا، هنا نقول لي مثلا هاجي بالجاليه بين اقواس باش يعرف. مزيان، ونجيو لها بحال هكا. دابا في حالة أنه كلشي هو هذا، أشنو غادي دير؟ مزيان، دابا في حالة أنه كلشي هو هذاك، شنو غادي دير؟ بينا نشدو مثلا الفايل دخل اليوزر، وكيفاش أننا غادي نحولوه لسميتو اليو ار ال قابل للقراءة؟ كاين جوج ديال الطرق. اول طريقه اللي انا ما كنحملهاش باقي كنت نخدم بها، اللي هي تجي تقول لي هنايا كونس، وكتقول لي هنا يو ار ال، وكتجي لي هنايا كتقول لي هنايا يو ار ال دوت كرييت مثلا اوبجيكت يو ار ال، وكتجي هنايا كتقول لي مثلا هنايا الفايل ديالك كتمر لي هنايا بلوب. يعني بهذه السهوله كتجي لي هنايا مثلا بخصنا هاد التصويره ما تجيناش ب اتش تي ام ال. هي هاد شي مثلا واحد الاي جي، نقول مثلا واحد الاي جي يساوي ايماج. نشوف هاد الجفاط فوري جاي والو خاوية. مزيان، نمشيو هنا سكريبت، هنايا نقولي مثلا كونس بيجي ايماج ار بي، ونقولي يساوي دوكيمنت دوت جيت اليمنت باي اي جي، ونقولي هنايا ايماج. غادي نقولي هنايا هاد الفايل، هنايا غادي يرجع ليا يو ار ال. شنو غتقولي هنايا؟ بكل سهولة غتقولي ايماج دوت سورس، وغتقول لي يساوي هاد اليو ار اللي كرييت. ونشوفو هنا شنو غادي يجي. غادي نمشي هنا غادي نقول هنا تشوز فايل، غادي نجي بحال هكا. يعني قال لي انه السورس ايماج السورس جيت اليمنت ايماج ايماج. غادي نجي هنا مثلا غادي نختار واحد التصويره، هنا كنلاحظوا انه عاود ليا التصويره، يعني هادي هي الطريقه الاولى. واضح الدلال ده واضح. مزيان، يعني قلنا هي الطريقة الأولى. دابا شنو هي الطريقة الثانية؟ الطريقة الثانية اللي أنا كنفضلها الصراحة هو أننا كنخدمو بواحد الكونستراكتور اللي سميتو فايل ريدر، وهذه هي أفضل طريقة اليوم باش يوقعوا لك مشاكل إذا كنتي خدام بروجي في الرياكت وفيه بزاف تاع التصاور بزاف. إذا كنتي كت مثلا كتستوري مثلا في مونجو جي بي ولا شي حاجة، تقدر أنك تخدم بهذا البلان هذا وتحول مثلا التصويرة ديالك الأش لبيز 64 سترينج، أو لا مثلا بيز 16 مثلا فور بحال هكا. هذا عاد شنو كدير؟ أنه نوع ديال التشفير. شنو كيدير؟ أنه كيشد التصويرة ديالك وكيحولها لواحد سترينج كبير. ودابا هاد سترينغ هذا ليش تجي نتايا مثلا، وحتى تجي نتايا مثلا في البراوزر غادي يرجع لك اش؟ غادي يرجع لك التصويره ديالك. يعني حنايا دابا مثلا كنعرفوا ناضي، دابا حنايا كنعرفوا انه مونجو جي بي ما يمكنش انك تخزن فيه تصاور. دابا باش انك تخزن واحد التصويره معينه، شنو كدير؟ انك تحولها لبيز 64 وكتخزنها مثلا في واحد البروبرتي. ونتايا شنو كدير؟ هذاك البيز 64 او هذا السترينغ الكبير هذا كامل كيمثل التصويره ديالك. بمجرد كدير فيتش الداتا من مونجو جي بي، شنو كيدير؟ انه تيمشي مثلا للبلاصه ديال التصويره، كيبوشي في السورس هذا البيز 64 هذا اللي هو هذا السترينغ الكبير اللي قلنا انه كيرمز التصويره ديالك، وكتلاحظ انه التصويره ديالك كتخدم ما كاين فيها حتى شي مشكل. يعني كيفاش غادي نخدموا هذا البلان؟ غادي نمشيو هنايا غادي نقول هنايا مثلا كونس، غادي نقول هنايا واحد الريدر. هنايا قال لك انه في جافا سكريبت عندك فايل ريدر، يعني غادي تقول هنايا نيو، وغادي تقول هنايا فايل ريدر، يعني عباره عن كونستراكتور عادي غادي بحال هكا. هنايا شنو قال لك؟ انه هذا الريدر هذا تقدر تقرا به بزاف ديال الحوايج، تقدر تقرا به حتى فايل، يعني كما فايتنا درنا في هذا اللايف، يعني لقينا به فايل، يعني محتوى ديال الفايل كامل. هنايا قال لك انه باش تقرا مثلا بلوب، شنو كدير؟ هنايا كتقول ليه ريد از داتا يو ار ان.
يعني قرا لي الداتا، يعني شنو هو الاختصار؟ قرا لي الداتا يا جدي، غادي يعطيك دابا اللي غاتجيك من هذا البلوب هذا، ولا من غاتجيك من هذا الفايل هذا، وحول على اليو ار ال قابل للقراءه من طرف البراوزر. يعني هذه هي الاختصار ديالها. يعني قال لك هنا كتمر هنا بلوب، هو تيطلب مني بلوب، شنو هو البلوب ديالي؟ هو الفايل. يعني شنو غادي نقول ليه هنايا؟ قال لك انه هذا الريدر هذا عنده واحد الايفنت، عنده معنى اد ايفنت للسينار. شنو هي الايفنت اللي عنده؟ هي اللود ان، يعني انه فاش كتعمي، فاش كتعمي، فاش كتسالي عمليه التحميل. يعني غادي نقول هنا هي لود ان. يعني شنو كتجي؟ كترجع واحد الكول باك فانكشن، وغادي نقول ليه اشنو؟ غادي نقول ليه دابا هنايا كونسول دوت لوج، وغادي نقول ليه قال لك هنايا عندك ريدر اللي هو كرينا من هنايا، وقال لك انه سميتو داك سترينغ اللي قلنا ديك الساعه، داك بيز 64 سترينغ، فاش كيرجعو؟ كيرجعو فواحد الخاصيه اللي سميتها الريزلت. هنايا سميتها ريزلت، ها هي هنا فين ترجع لك كل شيء. يعني هذا هو الناتج النهائي من هذه العمليه هذه اللي درتي انت كامله. وغادي نجرب بحال هكا، اجي نجربو هنايا شنو غادي يجينا. غادي نقول مثلا هنايا تشوز فايل بحال هكا، نقول مثلا هنا تشوز فايل، غادي نختار مثلا واحد التصويره معينه. هانتوما هنا شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا انه رجع لي واحد سترينغ كبير بزاف. يعني شتي دابا التصويره ديالنا راه هي هاد السترينغ. غادي نقول له هنا كوبي مثلا بحال هكا، غادي نكوبي وغادي نمشيو لهنا مثلا، وغادي نحلو هنا في البراوزر، وغادي نشوف هنا شنو غادي يرجع لينا هاد السترينغ هذا اللي قد العالم. هانتوما هنا شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا انه هاد السترينغ هذا رجع لينا التصويره ديالنا. واضح الدراري؟ مزيان. دابا شنو غادي نديرو هنايا؟ دابا حنايا صافي تقريبا سالينا، غادي نمشيو هنايا غادي نقول ليه ايماج دوت سورس. غادي نقول ليه ايماج دوت سورس يا ربي، ايماج دوت سورس، وغادي نقول ليه يساوي اش؟ يساوي الريدر هنايا دوت ريزلت. نمشيو بحال هكا، غادي نقول هنايا تشوز فايل، غادي نختار مثلا واحد التصويرة بحال هكا. هنايا كنلاحظو انه تيعرض ليا التصويرة، يعني اي تصويرة اختارها اليوزر تقريبا راه تيعرضها. اختار مثلا شي تصويرة، يعني انتم كما كتلاحظو. واضح الدراري؟ مزيان. هنايا يعني مثلا تلاحظوا هنا انه عندنا واحد المشكل هنايا بحال هذا، هذا ساهل غير نحلوه. شوف ثاني نفس البلان، غادي نمشيو هنايا عند ديف، ديك الريزلت واش فانكشن ولا شنو؟ لا ريزلت بروبرتي. دابا الريزلت ديالو رجعت لنا ديك الساعه داك سترينغ اللي كوبيت انا من هنايا. دابا بحال تخيلها معايا بحال هكا، تخيل معايا بحال عندك اوبجيكت بحال هكا وفيها بروبرتي كاين في جي اس، لا هي خاصة بالكونستراكتور اللي سميتو فايل ريدر. دابا تخيل معايا بحال اوبجيكت كيرجع لك بحال هكا. انا كيف هنايا فين هي؟ غادي نقول لي مثلا هنايا كونسول دوت لوغ، وغادي نقول لي هنايا طبع لي الريدر، طبع لي الريدر عادي. وغادي نمشي هنايا مثلا غادي نختار واحد التصويرة معينة، واجي نشوف شنو غادي يرجع لينا. يعني يلاه تروفريشا، نقول لك مثلا هي التصويره. يعني اش كنلاحظوا؟ كنلاحظوا انه الفايل ريدر عباره عن اوبجيكت انت هنايا، وفيه خاصيه سميتها ريد هنايا ريد ستيت، وعندي هنايا ريزلت، وهذا الريزلت هي اللي فيها السترينغ اللي بغينا حنا نخدموا به. واضح خويا اوتاكو؟ ها هو اللي قلت ليه الشومور غادي يبينوا ليا كامل. ها هو هنايا، يعني حنا شنو تنقولوا دابا؟ تنقولوا رجع لي هذا الشيء اللي هذا الفايل ريدر، ودخل لي ليه وجيب لي الخاصيه سميتها الريزلت، والخاصيه سميتها الريزلت في حد ذاتها كتجيب لي الفاليو ديالها اللي هي عباره عن سترينغ هذا كامل. واضح خويا اوتاكو؟ مزيان. مشو هنا مثلا، لا وايا انت تسكف استاذي اش يقول هذا فينيكس؟ انا دوك بغيت كرافينا كاملين قال لك استاذي.
اوكي تقول لي علاش تخاوي المشكل اللي عندنا. قلنا عليه مثلا شد مثلا غا عمري شفت هذا الريد داكشي علاش. اوكي دابا حنا جبنا نجري هنايا. ناضجي ناضجي هذا الريد الصراحه. حيتاش دابا علاش قلت لكم انا ديك الساعه احسن من داك كرييت يو ار اي كرييت اوبجيكت يو ار اي، هو انه داك اليو ار اي اللي كيكري لك داك كرييت اوبجيكت يو ار اي، هو انه تقدر انك تخدمو ايه هنايا، ولكن انك اذا خرجتي من البراوزر مثلا دابا انت ديال السي في شي مثلا في واحد الخاصيه مثلا وصفتيها في الداتابيز وعاودتي جبتيها ما غاديش يخدم. ومثلا اذا دخلتي مثلا واحد الباج واحده اخرى عندك انت في نفس الويب سايت ما غاديش يخدم. ولكن هذا البيز 64 واخا انك تدخل مثلا واحد الباج مثلا عندك جوج باجات، دخل الباج الثانيه مثلا وتجيب التصوير تجيب هذا البيز 64 وتبوشي مثلا في داخل التصوير تلاحظ انه تيخدم. انا كنت كنجيب البيز 64 وكنت جايب في ذاك اليو ار اي. فين اخويا اش من يو ار اي اخويا هذا في جاست سورس نيت. كنتي كترجع بيز 64 وكتخدمها في الاوبجيكت يو ار. لا ولا ولا ما تجيش داك البلان كاع. لا لا بلاش 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 منه، هو بوحدو قاضي غرض بوحدو. دابا انت فاش غتجيب داك البيز 64 هنايا غتجي لهنايا اد ايفنت ليست وتقول له لود ان، يعني في فاش تسالي عمليه التحميل ديال هذا الفايل هذا مثلا هنايا يعني غادي يرجع لك كلشي في الريزلت، وديك الساعه انت يجي اللي عجبك. سمحوا لي وني يجي اللي عجبك يعني ما تبقاش تجي داك البلان. انا يت كنت نخدم، انا ما كنتش نجري هذا البلان، ولكن انا كنت نعتمد بزاف على ديك يو ار ال دوت كريت اوبجيكت يو ار ال، ولكن من بعد اكتشفت بلي كاين هاد الفايل اللي درت بنتي ناضجه عليها صافي تخدم بها. هنا قلنا هنا مشكل. هنا يقولي مثلا هنا تجيب هذا مثلا زيد لي واحد اكتيف تاني. يلا عرفت ريدر. راه ريدر راه ناضج تقدر انك تقرا هذوك باش باش دابا نساليو ونقراو به مثلا سميتو فايل يبدا شي نساليو هاد اللعيبه هادي انكشاتني. نقول مثلا ديسبلاي بلوك ونقول هنا مثلا ديسبلاي سب جريد مزيان. دابا حنا شنو غادي نديرو هنايا، غادي نبوشي هاد التصويره هادي هنايا وغادي نقول في حاله انه ساليتي شنو غادي دير ليا. غادي نقول مثلا ندخل ليا الدوكيمنت دوت كويري سيليكتور وجيب ليا الجيف بما اننا هنا خدامين عادي، ونقول مثلا كلاس ليست ونقول ليه اد ونقول ليه هنايا اكتيف. اوكي هنايا تقدر انك تجي تال ايرور مثلا الا وقع عندك شي ايرور. انا كيفاش هنايا اد ايفنت ستينر، هنايا تقدر انك تجي تا مثلا الا وقع شي ايرور تقول هنا ريدر وتقول هنا اد ايفنت ستينر وتجي بحال هكا وتقول في حال انه وقع شي ايرور يعني عادي جدا انت عندها ايرور. دوك ندخل على الام جي باش نشوف هاد البلان واش تحل وندخلو مزيان. اجي ندخل على الام جي ان ونشوفو. نقول مثلا هنا ام جي ان ونقول هنا ريدر. نمشيو هنا للفايل ريدر. شتي هنا قالك انك تقدر تقرا بها تيكست، تقرا بها تيكست ديال الفايل كامل. دوك نشوف كيفاش. فايل ريدر تمام. هنا قالك عندها تر ايرور شو. نمشي نشوفوها بالخاطر. عندها الاول لود مزيان اجي ريست از تيكست نيو فايل ريدر. انا نشوف الايرور فين اللي خدمنا حنايا ريز اد داتا في يو ار ال. شنو هنايا قالك قالك هنايا ريد از داتا يو ار ال كتمر هنايا بلوب، وبلوب هو الفايل. يعني انت قالك هنايا ذا بلوب اور فايل فروم ويش تو ريد، يعني باش يقراه يعني مره لا شي حاجه باش نقراها. هنايا يعني اش كنلاحظوا هنايا انه قالك هنايا اد ايفنت نفس الحاجه اللي درنا هنايا قالك هنايا اللود وهنايا رجعوا لي في الريزلت يعني نفس الحاجه اللي درنا هنايا هي الريزلت. وانا مشينا لهنايا الى مشينا لهنايا مثلا ودرنا هنايا تشوز فايل ودرنا بحال هكا هو هنايا كنلاحظوا انه قرا. واضح خويا وطاكم. اجي نشوف البلان ديال الايرو اللي قلت لك. باش نجري واحد البلان باش نساليو. ايرور ايفنت ايا ايرور
شتو هنايا انت هنايا تقدر انك دير اد ايفنت ليست، يعني في حاله انه وقع شي ايرور في هذا الفايل ما تقاش مزيان ولا شي لعيبه كما في المكان، شنو كيجر انه تمشي هنايا وتطبع لك مثلا هنايا ايرور، تمشي هنايا تقول لي مثلا طبع لي الايفنت، ولا طبع لي مثلا نقول لي مثلا طبع لي في ايرور في الكونسول، يعني انت اد ايفنت ليست ايرور ولا اون ايرور، يعني بالطريقه القديمه قبل اد ايفنت ليست، واضح؟ اجي نجي واحد بلان دغيا اش نسالي اش قلت لكم انكم تقدروا انكم تقراو بها تيكست هنايا، اش كنلاحظوا انه عنده واحد اللعيبه سميتها ديك الساعه، شنو خدمنا؟ خدمنا بريد از داتا يو ار ان، ولكن هنايا غادي نخدموا بريد از دات از تيكست، يعني قال لك انك مره اللي بلوب وهنا يمشيو دقه دقه عندهم، يعني غادي نختار مثلا نحيدوا هذا الشيء، غادي نختار مثلا واحد الفايل كيف ما كان، اختاروا شي فايل كيف ما كان، انا براسي قبل ما فتش كيف هادشي اختار انت ده واخا ما فينا، انتم يعني ايش لاحظوا هنا، لاحظوا انه قرا لي فايل، واضح الدرار؟ يعني انا نفس البلانش داك البلان اللي خدمنا بيه ديك الساعات، الحاجه الوحيده اللي غتغير هي انك غتجي لهنايا وغتقول ليه ريد اش ريد از تكست، صافي هذه هي الحاجه الوحيده اللي غتغير، وهو غادي يرجع لك هو غادي يرجع لك سميتو، هو غادي يرجع لك داكشي كيف ما هو شوف غادي نشد هادشي كيف ما هو هنايا، وغادي ندير كومنت لهنايا، وغادي نمشيو دغيا بحال هكا نمشيو طايرين، نقول هنا ريد از تكست بحال هكا، غادي نحيدو هادشي كامل هاد الخلق كامل ما عندنا ما نديرو به، دابا الوحيد الحاجة الوحيدة بغيتها انايا انه يطبع لي الريزلت هنايا، يطبع لي الريزلت زائد انه هاد الشي درنا هنايا غادي نحيدو كامل مزيان، يعني كنلاحظو انه عندنا شي حاجة شيطة هادي ديالاش هادي ديال هادي هنايا، يا ربي خاصني واحد سميتو هنايا هنا تيقول لي بلي ريدر، يا ربي كاين شي حاجة ماشي هي هاديك اكسبكتد كوما، مزيان خاصنا هذا قوس هذا، اجي اش قلت لكم ديك الساعة تقدر تقرا بها فايل، هنايا غادي نقول هنايا تشوز فايل، وغادي نمشي لهنايا غادي نحيد هادشي كامل، غادي نلقاو شي فايل كبير نيت، نقرا مثلا شي فايل ديال الرياكت باش نشوفو شي قال لنا كاع الفايلات ولا لا، غادي نمشي هنايا مثلا غادي نقول هنايا ديسك جي، وغادي نقول هنايا مثلا دخل لي هنايا شاتيك كالر بيكر، اختاري تاجي بازر مثلا في الستاك، غادي نقول مثلا هنايا باك اند، وغادي نقول مثلا دخل لي الاب، دخل لي الراوتر، لا ما كاين والو خاوي، فرونت اند سورس والفاي ماشي هو اللي خاوي، غادي نقول هنايا اوبن، هنا اش كنلاحظو كنلاحظو انه هو قرا لي الفاي، واضح الدراري؟ واضح خويا فينيكس، يعني هذا هو البلان ديالو، يعني علاش قلت لكم انا احسن من داك الاخر؟ حيت عن طريقة تقدر تقرا فايلز سواء كانوا من نوع مثلا ايماجز، سواء كانوا مثلا تي اكس تي جافا سكريبت، انتم مشيو مثلا لقاو فايل ديال هذا تاع جافا سكريبت، اجي نقول مثلا لقا شي فايل واحد اخر، نمشيو بحركة دغيا بالخف، نقول مثلا داش بورد، علاش نحيدو هاجي، نلقاو نجي مثلا فايل ديال بايثون، نخرج من هنا كاع، هنايا نمشيو نلقاو شي فايل ديال بايثون، او مثلا فايل ديال بايثون. هذا خاوي وقيله نختار هذا انتم هنا وقيله فاير كامل، واضح الدراري؟ هذا هو البلان ديالها، يعني تقدر تقرا بها اي فاير، يعني الناس تيقول لك انك ما يمكنش تقرا فايل بجافا سكريبت راه يتلقى عليك وصافي، حيت بزاف تاع الناس تيقول لك انك ضروري تمشي لا سميتو تمشي لنود جي اس وتقرا بها فايل، ما يمكنش انك تقرا فايل بجافا سكريبت،
هاد القايمة هذا كان هو جاكم جاكم داري بالك دا هو هنايا المهم هذا كان العودة والله يبجي انا يعني كنتمنى انكم تستفدوا شي حاجة شو ده هذاك شي مساعدة بس من غادي تبلطو ايه صعب اجاب شيء